بسم الله والله أكبر والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. الآية 45 اللي كنا بصددها، قال الأخوان الكريمان عليهما السلام، قال ربنا، مستعرفين باللي الرب هو الله، إننا نخاف، طبيعتنا هي الخوف من هؤلاء المتمردين عليك. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، أو أن يطغى، يفرط علينا يعني يستعمل كل ما في باله فاسد للإضرار بنا، أو أن يطغى وزاد يزيد في طغيانه، يفوت اللي كان عليه في الطغيان، يعني يتباس ليميت. قال ربنا 46 لا تخاف، الله يتكلم لأنه هو المسيطر وهو القوي وهو العالم، هو القادر أن يفني أعداءه، كما ترون الصهيونية قادمة على إضعافها وتحزينها وخذلانها من طرف رب الأرض والسماء. قال لا تخافا فإنني معكما أسمع وأرى، أراني بسماع المطلق ورؤية المطلقة، فأنتما محميان بفضلي أنا الرحمة. قال لا تخاف إنني، فإنني معكما أسمع وأرى، فآتياه فقولا علموه إن رسول ربك، أعلى رأنا مبعوثين من طرف ربك، أعلى لأن الرب هو نفس الرب اللي بعثنا، فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خلصهم من العبودية، ولا تعذبهم، لأن جئناك بآية بعلامة من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، والسلام اللي يكون كما تقول أنت نصيب المهتدين. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، العقول الراجحة الصائبة، منها خلقناكم أي التراب الأرض وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ساعات الناس توجدني جالس على الأرض، قل لي ما لك لم تأخذ كرسي، أعود لهم اللي ثبت في القرآن العظيم، اللي ربي خلقنا التراب المرحلة الأولى، ثم أعطانا كرامة حين نفخ فينا في أبينا نقصد عليه السلام من روحه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم أي تقبرون ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني يركز ربنا على البعد الحتمي. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، لفرعون قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا ولطبيعة الظالمين، بسحرك يا موسى ولا سحر معاش نبي، فلا نأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، والسلام على السلام.